بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، طبعا الجزء الثاني من الحلقة، الجزء الأول كان مع الشيف ميرفت والجزء الثاني مع الشيف دعاء سليم. فإن شاء الله بإذن الله عاملة لكم النهاردة فطير خبز الزبادي، هينفع في كل فطار حاجة، وعشاء حلو في كل جدا حاجة جدا، وممكن بينفع يتعمل بحشوات. طبعا. شيف دعاء، طبعا أنا شفت الفطير على الصفحة بتاعتها، ما شاء الله تحفة يعني. فإن شاء الله هي اللي هتقدم لكم الطريقة والمقادير، وهتشرح لكم عامل الطريقه ازاي. شيف دعاء عندها قناه على اليوتيوب باسمها، مطبخ دعاء سليم، فطبعا هي اللي هتنوه عن القناه بتاعتها باسم مطبخ دعاء سليم. طبعا اتفضلي شيف دعاء، السلام قدمي. عليكم ورحمه الله وبركاته. هنبدا وصفتنا على طول ولا؟ تمام، عشان الوقت بس بتاع الحلقه. معانا كده نص كيلو دقيق. انت هتعملي فطير، الفطير ده بتستعمليه مثلا فطار، هينفع فطار وينفع عشاء. ينفع هو انا تحشي عاملاه، لحمه، ينفع تحشي. هو انا عاملاه عندي على القناه بكذا طريقه، يعني عامله فيه بحشوه الجبنه، عامله فيه بحشوه البطاطس المتبله، عاملاه خبز بس اللي هو زي كده، ممكن تاكليه مع عسل، انا مقدمه مع عسل نحل، ممكن تحشيه جبنه زي ما قلت لك، ممكن لحمه، ممكن شاورما، براحتك خالص. هو بصراحه ينفع كل في كل حاجه. حاجه، حلو جدا جدا ما شاء الله. يعني هي الطريقة واحدة لكن الأغراض طريقة واحدة. متعددة. أنا الأغراض عاملة كذا متعددة. وصفة منه على القناة، ممكن مغيرة في المقادير شوية العجينة، بس بصراحة العجينة يعني سحرية، هي تنفع لكل حاجة، وممكن تنفع بيتزا كمان، لأن هي عجينتنا النهاردة بالزبادي، طب والزبادي بيدي طراوة حلوة جدا أكيد للعجينة. طبعا. تمام؟ طب لو مفيش زبادي ينفع لبن؟ ينفع لبن رايب، ولو مفيش لبن رايب ينفع حليب، وممكن لو عايزاه عشان يدي نتيجة حلوة قوي، لأن اللبن الرايب والزبادي بيدي طراوة للعجينة. أكيد طبعا. تمام؟ فممكن نستبدله بإيه؟ كوباية حليب عليها معلقة خل، هتديكي نفس نتيجة اللبن الرايب. دي التقطيعة بتاعت تمام. اللبن الرايب. أيوه تمام. ماشي، احنا دلوقتي معانا المقادير بتاعتنا. وعموما بالرايب بيختلف، لان احنا لما بنعمل كيكه عاديه او كيكه باللبن الرايب بتختلف الطعم، بتختلف تماما، طعم بيختلف نهائي. عشان كده انا بقول عجينه الزبادي، الزبادي بيدي طراوه، بيدي طعم حلو جدا كمان، اكيد طبعا، اكيد ونكهه. أكيد. تمام، نبدا في وصفتنا. معانا كده نص كيلو دقيق، هنحط عليه دقيق عادي ولا اي نوع دقيق؟ انا ولا بستخدم دقيق متعدد الاستخدامات اللي هو في السوبر ماركت. عادي جدا. تمام، هحط عليه رشه ملح. تمام، طبعا لو ما فيش متعدد الاغراض ممكن نستعمل بستخدم اي نوع دقيق على شكل أي الوصفه. قيود. مش زي الدقيق، مش زي الكيك يعني. وهنحط كده عليه مش شرط ربع معلقه، اساسي مش شرط اساسي، ربع معلقه بيكنج باودر، معلقه كبيره من السكر، سكر ناعم، سكر عادي الحبيبات العادي، معلقه كبيره من الخميره الفوريه. تمام، وهنبدا نقلب بقى المقادير بتاعتنا. الجف الاول، مقادير الجف او كده سهله في الخلط قبل ما يتحط تمام اللبن. هنضيف اول حاجه يا جماعه الزبادي. انا هنا معايا طبعا ايه، معايا ميه دافيه، بس الميه دافيه دي هنخليها على حسب، العجينه ما تاخد بقى معايا، يعني كل دقيق بيختلف من مكان للتاني. لا انا بتكلم في فكره ان الميه الدافيه بتساعد في تخمير العجين بسرعه، افضل من الميه البارده. طبعا عشان التفاعل الخميره، واحنا في الحر ده على فكره بتختمر على طول، يعني مش هتاخد معانا وقت. طبعًا. تمام، هنبدا نعجن. لا الزيت ده انا، لا ده زيت، هناخد معلقتين زيت بس، هخليهم في الاخر، عشان هيدوا للملمس. ونعم، ملمس ناعم حلو قوي. تمام، انا دلوقتي طبعا ايه بعجن الاول بالزبادي. طبعا يا جماعه اي كميه زبادي مفيش مشكله خالص، بس تحطي الزبادي الاول لان هو اهم حاجه في الوصفه بتاعتنا. تمام، وبعد كده ننزل بالميه بالتدريج حسب الطلب، حسب الرغبه. لان الدقيق هيختلف من مكان للتاني، او الدقيق بتاعي غير الدقيق بتاعك. انا هنا طبعا هحتاج الكميه، برضو ما تختلف الكميه بتختلف. هنحتاج هنا كده معانا ايه، ميه. الميه طبعا زي ما قلت لكم لازم تكون دافيه عشان تفاعل ايه الخميره. بنضيف كده ونعجن. عموما في بطريقتي انا المخبوزات، الكيلو دقيق ليه بالظبط نص لتر ميه او لبن. تمام، يعني كيلو ليه بس نص. انا بقى لتر ما ميه احبش او لبن. ايه ان انا اقول حاجه معينه عشان فعلا في دقيق بيختلف. لا في دقيق بيشرب ميه كتير او لبن كتير، وفي دقيق ما بيشربش. ما بيشربش، بس هم القاعده العامه الكيلو له نص لتر. فاحنا نخلينا في الامان، نقول للناس ايه تنزل بالتدريج احسن. والوصفه بصراحه حلوه جدا، يعني العجينه دي حلوه جدا، انا عملت منها كذا طريقه عندي. لو عجناها بزبادي بس مش افضل؟ هتبقى حلوه جدا، بس انا عشان ما اكلفش الناس يعني عادي. أنا تمام، اعمل بالمره كامله، مفيش مشكله، عادي عادي. انا عجنها على القناه لان الزبادي يديها طعم احلى كمان، ريحه حلوه. انا عجنها كمان بالحليب عادي جدا، عامله نسخه بالحليب اللي هي حشيها جبنه، جبنه موتزاريلا مع طبعا جبنه العجن العادي. طب زي ما احنا شايفين كده، بعد كده عشان الوقت شيف دعاء، عشان وقت الوقت الحلقه. بصوا انا هضيف الجزء الاخير، هتضيفي جزء من انا هضيف كده ايه الزيت. الزيت ده يا جماعه هيدي ملمس حلو جدا للعجينه معانا. طبعا انا عامله نسخه قبل الهواء عشان بس ايه ما اطولش عليكم. وبعد كده انت العجينه دي براحتك عشان تطلع معانا ناجحه، عشان تطلع معانا ناجحه وحلوه قوي، لازم اقل حاجه عجن من مده من 7 ل 10 دقائق، عشان هي تطلع الملمس معاكي حلو قوي. وتسيبها ترتاح، وتسيبها ترتاح. يا في الصيف ده تاخد نص ساعه، لكن لو في الشتاء ممكن تاخد. بس احنا عشان وقت الهواء ضيق، فاحنا شرحنا لك الطريقه. تمام، وبعد كده هتبدا نشوف بقى العجينه اللي هي ايه اختمرت معانا. نشيل بس هي عامله نسخه قبل الهواء ومختمره.
نشيل بقى كل المقادير دي كده عشان نشتغل في الجاهزه. طبعا مجهزه نسخه اهي، وريهم ارتفاع الخميره لما بتخمر. ادي النسخه اللي انا جهزتها ما شاء الله. المفروض لو نص البوله تبقى ماليه البوله نفس ما شاء الله. اه العجين تمام. طبعا نمسح ال كاونتر. انا مسحته على فكره، جهزته قبل الهواء. لا ممكن اشتغل هنا عشان يبقى ايه. تمام. اتفضلي. العجينه شايفين يا جماعه مرتاحه وزي الفل. هنقطع بقى العجين معانا. هاتي لي الدقيق اللي هناك ده يا شيف الرئيسة. فين؟ اهو. معلش. لا ابدا ولا يهمك. انا اسفه، فاكره تحت. مسحتيها الاول؟ لا مسحتها وجهزتها، ما تقلقيش. انت بتقطعيها كله؟ بتعملي كور؟ هوريكي دلوقتي. انا بقطعه كور عاديه اهي. تمام. وبين ايديا كده من صوابعي ببدا اكور العجين. كوري تبقى متدوره. تطلع معايا متدوره ومظبوطه جدا اهي. تمام. ما شاء الله. نعمل كده واحده تاني. انت عامله نص كيلو ولا كيلو؟ انا عامله هنا نص كيلو، واللي برضه على الهواء ده نص، يعني هو نفس المقادير اللي انا عاملاها بالظبط. يعني انا يعني معنى كلامي هتطلع كم كم واحده؟ هنشوف بقى. بصي الكم ده على حسب انت عايزه. يعني هي ما شاء الله بالنسبه لها عم عزب كبير او صغير براحتك. وسط حلوه. يعني اللي هي كبيره براحتك، دي حاجه ترجع لك بقى عادي مفيش مشكله. لا يفضل ان تعملها وسط عشان تعرف تتحكم فيها. انت لو هتحشيها تمام هتفردي العجينه. هقول لك ازاي. استني نفرد دي كده الاول. لو هنعملها مثلا ونفرض يعني انا عايزه احشيها، احط كده معايا رشه من الدقيق عشان لو حد عايز يحشيها، بس طبعا عشان وقت الهواء مش هينفع ان انا احشيها. طب لو حبينا نحشي واحده مثلا تجربه كده. انا هوريك اهو. انا تجربه بدون حشو. بدون حشو طريق. انا كاني هحشي يعني. تمام. هتفرديها كده؟ بفرد فرد بسيط قوي. تمام. او بالمردنه؟ مش مشكله عادي. انا يعني ايه مش لازم اردنه ولا حاجه. مش ما تقلقيش. انا مش عايزه افردها قوي لسبب يا جماعه. ما ينفعش تفردوها قوي لانك مثلا ونفرض حاطه حشوه شاورما. لو انت فردتيها قوي ممكن ترق من تحت. لا هترق من تحت وممكن تتقطع منك. فهتبقى ناشفه لما تستوي. تمام. هحط الحشوه كده هنا. انا كده فردتها بايديا اهو. هحط الحشوه وهبدا المها كده اهو. افرد تاني. شايفين؟ اهي. لا مش هفرد تاني. هقول لك هنعمل ايه؟ على ما اخلص كل الكميه بتاعت العجين يعني انا كده ايه؟ انا ونفرض اهو دي كده خلاص عملتها وحشيتها. هسيبها كده ترتاح. على ما اخلص الكميه كلها هبدا باول واحده هتكون ارتاحت معايا. هفردها بالنشابه واشتغل. هي فكره اللي بترتاح انها بتساعدك في انك تفرديها بسهوله. بس عليك مش بتروح وتيجي معاكي. لا بتفردي خلاص. تمام. دي الفرق بين اللي بترتاح واللي مش مرتاحه في الوقت يعني. التدوير سهل خالص اهو عشان بس ايه وقت حلقتنا. طبعا لو هتحشوها لحمه اللي هي فطير الحواشي يفضل ما تبقاش يعني نفردها قوي، تبقى فيها سمك كده سنتي عشان تبقى فيها لبه كده وبتبقى فيها طعم الفطير، ولما بتستوي في الفرن ما بتنشفش. لان لا هي دي مش على الفرن على فكره. انا مش بسويها في الفرن. لا بكلمك لو هتسويها في الفرن. لا الطاسه مش هتنشف كده كده. مش هتنشف خالص. هي اللي بتنشف في الفرن لو انت اديتي الرق رف كده رهيب. بس كده تمام. دقيقتين بس كده تمام. احنا بقى هنبدا. هاتي الدقيق تاني. ماشي تمام. هتفرد لكم واحده كده وهنبدا نحط زيت. لا مش هنحط زيت على فكره زي ما انت متخيله. ده هي بس مسحه خفيفه قوي. زي لا 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 مش هتفردي بس المفروض يا جماعه ان انا هفرد العجينه دي. لازم تكون طاسه تيفال وجديده عشان ما تلزقش صح؟ الطاسه لازم. لا 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 على فكره لو سويتي على طاسه عاديه ما فيش مشكله خالص. طاسه الومنيوم عادي جدا. مش بتحط لها سمنه؟ مش بتحط. لا ما انا بحط مسحه من الزيت. بس اهم حاجه ان انا دلوقتي هفرد العجينه دي كده. عشان تدي معايا نتيجه حلوه. تمام. لازم العجينه دي ترتاح معايا. فانا ونفرد اهو هنا كده على الكاونتر تاني. بعد ما تتشرد نسيبها تاني. هاتي الفوطه. هنغطيها بالفوطه عشان لازم عشان ما تنشفش طبعا عشان الهواء مش هينشفها. هنسوي. بس انا لا ده انا بعرف عشان لازم يبقى ال نسوي بس واحده. نحط الزيت. هنسوي الحوض. طاسه سخنه. نسوي واحده عشان واحده. هاتي لي الفرشه. نعم الفرشه. تمام. ومعانا بقى الزيت. هنسوي واحده تجربه قصادكم عشان تشوفوا الطريقه عشان بس وقت يفضل انكم تسيبوها ترتاح كمان عن كده. الصح ان هي ترتاح يا جماعه وهتنتفخ معاكم وتنفع يعني كمان سندوتشات كمان. بتدي ارتفاع كده وبتبقى واخده حقها في ال احنا معانا وقت قد ايه عشان ابقى عارفه بس. 3 دقايق. طب تمام مفيش مشكله. ماشي. هدي على ما تستوي. هتيجي دي. ماشي. تمام.
طبعا هي مجرد ما تتماسك معانا يا جماعه بنقلبها عادي جدا. شيف دعاء الصفحه بتاعتها قناتي على اليوتيوب على اسمها على مطبخ دعاء الشاشه. اه ما خدتش ثانيه في الطاسه، لا ما ثانيه بتاخدش خالص ما خالص، تسويتها سهله جدا. وكمان لو انت حشيها لحمه كان يبقى طعمها حلو جدا، وبالجبنه مختلف. كمان ولو حشيتي جبنه موتزاريلا مع الجبنه الفيتا مع بقدونس تبقى حلوه قوي. واوقات بحط في العجينه نفسها حبه البركه او زعتر تبقى حلوه قوي. شايفين شكلها ما شاء الله، هوريكم كمان تقديمها كمان هيبقى ازاي. دي كده نسخه تمام. اهم حاجه وفين دي؟ هات الرغيف الثاني. طبعا الرغيف الثاني هتعمله ثانيه واحده بس، مش هياخد ثانيه على النار. تمام هوريكي بقى تقديم الرغيف يكون ازاي. طبق ماشي معايا هنا سمنه يا جماعه او زبده. تقديم طريقه التقديم انت بعد ما بيطلع كمان لازم ادهنه كده بديله زبده بديله طعم حلو قوي. طبعا اكيد زبده لازم زبده عشان تديلها طعم. زبده او سمنه بلدي صراحه هتدي معاكي طعم حلو جدا. يا زبده يا سمنه عشان بس الطعم يبقى. تمام ومعانا كده رشه من البقدونس هتفرق معانا. انت تاكلي بيه مالح ده لو ده هاكل بيه مثلا بيه جبنه مثلا والنفر في ناس يعني. بتحبه بالعسل في ناس ما بتحب انا مقدمه عسل على فكره عشان لو حد عايز ياكل بالعسل مش هحط لا رش عليه بقدونس. الرشه دي بقدونس يا جماعه لو انا حشيه اصلا جبنه. جبت الكاميرا تكون على الفطيره عشان يبان. دي كده نسخه نجيب بس اللي على الهواء ثانيه. تمام طلع في الطاسه بس ثانيه تطلع في الطاسه ثانيه واحده. طب طبعا دي طريقه التقديم عشان الوقت يضيع. ماشي مفيش معلش. مشاكل خلاص كده ماشي بعسل بجبنه. دي كده لو بجبنه يا جماعه ودي بقى ايه لو هتاكلي معاها ايه عسل بس كده تمام. شايف الرغيف بينتفخ معايا ازاي في الطاسه؟ عم عزه لو بيجيب عم عزه بيجيب كده انتفخت. شايفين ما شاء الله يعني ده لو عايزه تحشيه بقى كمان يعني انت لو عايزه تحشيه يبقى لحمه او حلو جبنه جدا. او يبقى حلو الحشوات. جدا طبعا اهو معانا اهو برضو كده ممكن نديله ايه. طبعا النهارده كانت معانا شيف دعاء عملت نوع من الفطير لكل الاغراض. طبعا يا ريت تزوروا الصفحه بتاعتها على تنوروني اليوتيوب يا جماعه يعني ان شاء الله باسم مطبخ دعاء سليم. ان شاء الله باذن الله تكون طبعا تكون عجبتكم الحلقه نالت اعجابكم. النهارده اخذنا فقرتين مع استاذه ميرفت عملت لنا الكفته طبعا ورز المبهر، وشيف دعاء سليم عملت الفطير خبز الزبادي بجميع الاغراض. فان شاء الله تكون الحلقه عجبتكم وهشوفكم على خير باذن الله. شكرا جزيلا لكم. شكرا شكرا شكرا, شكرا.